مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يشهد الشارع الجزائري مشاركة ملفتة وغير مسبوقة للشباب في الحملة الانتخابية. هذه المشاركة تعكس رغبة الشباب المتزايدة وإصرارهم على إيصال أصواتهم لتغيير مصيرهم ومصير شعب بأكمله باختيار المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الأفضل. لم يكتفي الشباب بالوقوف على الهامش، بل أظهر استعداداً كبيراً للمشاركة والتعبير عن آرائه، حيث لعب الشباب دوراً محورياً في تنظيم الفعاليات، الترويج للبرامج الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة الفعلية في النقاشات السياسية، وكذا النزول إلى الشارع للتحسيس والتوعية، ما يظهر وعي هذا الجيل الجديد بأهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل. هذا الزخم الملحوظ يعكس قدرة شباب الجزائر على التأثير في مسارات الانتخابات، كما أن هذه المشاركة النشطة والواعية للشباب تعكس أملهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل، وتؤكد أن صوتهم سيكون له وزنه في رسم ملامح جزائر المستقبل.